التركيب بالنسبة للفن هو أحد أنواع الفنون، الانستليشن ترجمة مالتها تركيب، واللي هي استخدام الفضاء. نعم. الانستليشن شنو يعني لك؟ الانستليشن قلت لك هو أحد أنواع الفنون المعاصرة، مجال مهم جدا، يقدر الفنان يطرح به عدة مواضيع بطرق مختلفة، ونقدر نقول انه هو ايضا هو احد طرق العرض الحديثة. من خلال عملك الفني شنو اللي تحب توصله للجمهور؟ عملي مثل ما تعرفون انه هو اسمه Ultra Thinking. انا احتاج الجمهور انه يكون تفكيره عميق تجاه اي اشاره يشوفها. قد تكون هاي الاشاره للوهله الاولى انه تعني له شيء معين، بينما اذا هو تعمق بتفكيره لا راح تكون بها جوانب كثيره. فاحاول انه اجذب المتلقي لمنطقه التفكير، يعني هذا فد شيء مختصر عنه.